سبحان الله العظيم، من الكلمات التي لا أنساها أبدا أبدا، والتي علمها لي واحد مش داعية ولا 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 واحد من أساتذتنا في 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 كلية الطب، علمني كلمة خطيرة والله يا إخواني خطيرة، رغم أنه رجل شكله بسيط. قال لي يا ابني إذا كان المنع من عند الله فهو قمة العطاء، لو اللي منعها عنك ربنا اعرف انه منحها عنك لانه عين لك اللي اعظم منها الف مرة. اعرف دي وايقن بدي، اعرف دي كويس. منع عن موسى المراضع، حرمنا عليه المراضع عشان يوديه قصر فرعون ويرجعه لامه، ودى لفرعون الجيش عشان يهلكه وسطه في البحر الاحمر. ما اذا كان المنع من عند الله فهو قمة العطاء. اوعى تزعل ان ربنا منع عنك حاجة، هتعرف بعد شوية انها كانت قمة الخير ليك، وانها كانت قمة العطاء ليك، وانها كانت قمة لطف الله سبحانه وتعالى بيك. الله لطيف. فلما افاق قال سبحانك، فلما افاق، عايزين نفوق، عايزين واحنا في غيبوبة مشغولين، طب هناكل ايه؟ طب فطرنا ايه؟ طب هنتغدى ايه؟ طب هنتعشى ايه؟ طب وبعدين؟ طب في الاجازه هعمل ايه مع العيال لما يقولوا لي فسحنا؟ طب انا طب المشكله الصحيه اللي عندي دي اعمل فيها ايه؟ طب طب انا بقى لما اكبر بقى في المستقبل بقى لو شاب صغير بقى هتجوز مين؟ واشتغل ايه؟ واخلف مين؟ واسكن فين؟ واعمل مشروع ازاي؟ طب انا اعرفك ليل نهار ليل نهار ليل نهار. يا عم فوق، فكر في دنيتك اللي أمرك إنك تسعى على رزقك ربنا، واعتبره جهاد في سبيل الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اللي بيسعى على رزقه ده مجاهد في سبيل الله، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرة. فوق، اعرف مين هو ربنا، اعرف من هو الله. واحد قاعد في الأوضة بتاعته واحد يحسبها كده، طب ياما هندفع إيجار الشقة منين؟ طب ولو دفعنا إيجار الشقة هنعمل إيه؟ فاتورة الكهرباء غلت قوي. طب وبعدين؟ طب والغاز؟ طب والمية؟ طب هناكل منين؟ طب لو حد عيه هتوديه الدكتور منين؟ فجأة ابوه خرج من الأوضة، ايه؟ عيب تقول الكلمة دي وانا حي، عيب طول ما انا عايش انك تشيل هم الدنيا بالمنظر ده، طول ما انا حي. هي دي الله لا اله الا هو الحي الحي، انت شايل هم كل حاجة، وربنا بيقولك انا ممكن اشيل عنك كل حاجة بس اجعل همك هو الله، يكفيك الله هم كل شيء. مش عارفين نكسب في معاملة ربنا سبحانه وتعالى، مش عارفين نعمل ربنا صح، مش عارفين نعمل ربنا المعاملة اللي ربنا يدينا بها كل شيء. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لربنا اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، انت يا رب ممكن تاخدني كده او كده، خدني للصح يا رب، خدني في الطريق اللي كله خير وبركة يا رب، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اطمئنان بقى. أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك. الأسماء الحسنى دي مش بتاعت حد غيرك، ذلك بأن الله هو الحق، هو اللي بحقه حقيقي يقدر. فربنا بيقولك الوحيد الفعال في الكون هو الله، أمال الباقي خيالات مئات سراب. هل يتعلق الغريق بالغريق؟ زي واحد غلبان ومسكين وبيشحد راح لواحد غني قام يديله 1000 جنيه، فاللي تاني وصل متاخر فلقى التاني اللي هو بيشحد في ايده 1000 جنيه، فقام يقول له ابوس ايدك اديني ابوس ايدك. يا ابني ده هو زيك رايح بيشحد، روح للي اداله، مش تقف على باب المخلوق اللي زيك، اقف على باب اللي اداه، وهو ربنا وربكم. يعني ايه يا عم اللي اداكوا يدينا؟ النبي ربنا علم النبي يقولها لليهود، وهو ربنا وربكم، ربنا ربي زي ما هو رب الملياردير فلان، ربنا ربي زي ما هو رب الملك فلان وابن الملك فلان، ربنا ربي زي ما هو رب كل اللي خده، زي بالظبط كده ده ابويا زي ما هو ابو اخويا لما ادى لاخويا شركه واداله عربيه، ما يدينيش ليه؟ طب ما تروح بقى تقف على بابه، ما تروح تقرب منه بقى، ما تعرف مصلحتك مع مين. اي انسان هيجي يساعدك في مشكلة هيجي في لحظة ومش هيقدر، هيقع. الوحيد اللي يقدر معاك للنهاية هو ربنا سبحانه وتعالى.